بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على حبيبنا محمد. هذه الرسالة لهذا الأخ، سأقرأها للاعتبار فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. الأستاذ الفاضل، أريد أن أخبرك في هذا العام أنه قد وقع لي شيء عجيب. يعني هذه 2012 نسميها عجائب 2012، في آخر ليلة من سنة 2012 في الدار نتاع الأخ نتاعنا الفاضل السي خرشوش حفظه الله. باش نبقى هكذا يعني فتنتو بتورخة يا كزلة. ما اطناش تعلي نستقبل بها له. الأستاذ النهاري، أريد أن أخبرك في هذا العام أنه قد وقع لي شيء عجيب عجيب عجيب. كنت أتجول كالعادة في شوارع مدينتي، ما نذكروش المدينة الله يرحم والديكم، فوجدت فتاة فارهة الجمال لكنها متبرجة جدا، فراودتها كما اعتدت أراود الفتيات. هذا الشباب تاعنا تعال، لأن الناس اللي بقى نتكلم على شي يقول أنت تتكلم على النساء على النساء على النساء، راه كل شيء سهل على هادشي، راه مصيبتنا هي هادشي، راه ما كانش من بكري غير قال لك. فتكلمت معها بالكلام المعسول والمحتشم بعض الشيء. معسول ومحتشم، انا ما نفهمش للشباب هذا المعسول محتشم كي داير، ولكن انتم راكم تفهموا. فاقترحت عليها ان نذهب انا وهي الى مقهى الانترنت، بحيث وفرت لنا تلك المقهى وهو مقسم الى بيوت صغيره، واكتب بين قوسين جزاهم الله خيرا اصحاب القهوه. اصحاب القواعد قال لك جزاهم الله خير، كل في بيته يدردش، يعني دار لهم معزولين كل واحد، يعني باش ما دايل 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 الصديقه نتاعو اللي جابها باش يجلس غير هو وياها ومعزولين، اي لكم كامل الحريه في ان تتصرفوا كما تشاؤون في الدنيا. هذا الشيء بحال اللي سيدي ربي ما راش يشوف. المهم جلسنا، اقول تسمع الواش اي، وفتحنا النت وقلت لها في ماذا تريدين ان نفتح، قالت اليوتيوب. ولما فتحنا اليوتيوب اول شيء جابهنا هو الشيخ عبد الله النهاري نقطتان بلجيكيا تسلم على يد الشيخ النهاري. فقلت في نفسي نشاهد هذا الفيديو كي تقرأ في الامان، زعما غير باش تقول زعما راه مؤمن هذا. الله، هو عنده اللحية فبالتالي غادي يقول لك انا عندي اللحية يعني ملتزم يعني. الله، يعني خصي بدي لها دائما بشي حاجة نتاع الدين. القنطرة، الله يقطعنا قنطرة الأخيرة بسلام وأمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت في نفسي نشاهد هذا الفيديو كي تقرأ في الأمان، لأنني أنا ملتحي. ثم بعد ذلك ندخل في المواضيع التي تعرفها. فلما بدأنا نتفرج، والله الذي لا إله غيره، ويقول يا شيخ أنا ماشي، بدأ لحمي تصعد منه قشعريرة ما شعرت بمثلها قط. وفجأة وأنا لهم عرسي شاهدت الفتاة المتبرجة تبكي بدموع غزيرة. بسم الله، أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله الله إلا الله إلا الله، وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله. لا تزيفوا لا تزيفوا اكسكيزينا ان شاء الله تبارك سوي البيان في نش. وهي تقول كلاما، واسمو قالت ايه يا رب، نحن مسلمات ونبتعد عن ديننا، والكافرات لا يعرفن شيئا عن الاسلام، يؤمننا في المسجد ويتحجبن. فقالت ولكن
شكون يقول لنا هذا الشيء؟ مسكينه شكون يقول لنا هذا الشيء؟ شكون يورينا هذا الشيء؟ الكافره تدخل المسلم وتحجب وحنا رانا في النات جايين مع الرجال. ولكن قالت له شكون يقول لنا هذا الشيء؟ ولكن شكون يقول لنا هذا الشيء؟ كل شيء يذكرونا غير بالفواحش والمسلسلات وا 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 وا. ثم قالت لي السلام عليك فذهبت ولم أعرفها إلا ذلك اليوم ولم ألتقي بها أبدا، فأنا أستغفر الله وأتوب إليه وأسألكم الدعاء لي بأن أستمر على التوبة. الله الله أكبر. يعني شي مسائل الإنسان يقراها عجيبة، والله عجيبة. إذا أراد الله بعبده خيرا دفعه إلى الجنة بالسلاسل. شو الإنسان غادي بنية شو باش تعرف بلي ربي يحبكم بزوج؟ انتوما غاديين بنية المعصية وتمشيوا نعم سيدي المكان تقع فيه الفواحش، وقد هيأ لكم صاحب المكان غفر الله له وتاب الله عليه. أصحاب الانترنت ما اسمه تقولوا الرب يا أصحاب السبيرات تهيئون الأجواء عياذا بالله كالفنادق. يستقبل الراجل مع مرته ما عندوش محل كاغط، وهو عارف أنه لو كان ما يديرش هاد الشيء ما غادي شيء تجارته والعياذ بالله تروج، وعارف بلي ماشي زوجته، ويجي يدخل البنت للسيبر ويعطيهم المكان ويهيئ لهم الاجواء، يعينهم على المنكر على الزنا. هذا انسان لا غيرة له، هي اختك في الله وهو اخوك في الله، فكيف ترضاه لاختك وترضاه لعمتك انت يا صاحب السباب؟ ان كان الشاب يعصي الله مع الشابه فانت اعظم العصاة، لانك توفر كل يوم لشباب المسلمين طرق الغوايه. فان كان شيطان الجن قد عجز عن فتنه كثير من الشباب الصالح، فشيطان الإنس أمثالكم ييسرون الأمور ويقدمون المنكرات والفواحش على طبق من ذهب. ييسرون الفواحش. ألا تستحيون يا أصحاب السيبريات يا أصحاب المقاهي انت على الانترنت ما تعرفوش باللي هذا رزق حرامي؟ لأن الأصل نتاعه والمصدر نتاعه هو أعراض المسلمات. المرأة المؤمنة الحرة لا تأكل من ثديها، وأنت تأكل من ثدي المرأة. هي بذاتها ما ترضاش تأكل التراب وما تأكلش من ثديها، وانت يا راجل وتأكل من أثداء النساء. رزقك جعلته في أعراض المسلمات، رزقك جعلته في لحوم المسلمات تباع في قوارع الطريق وفي القنوات وفي النت وفي المواقع نتاع الانترنت البورنوغرافيا. حتى ولات عندنا والعياذ بالله سلعة تباع وتشترى. هذا علم السيبر. أنتما احمد الله تذهبان لتعصيا ربكما، ويشاء ربكما سبحانه أن يقودكما إلى خير. انظروا إلى اليد الحانية التي تدفعكما بعيدا عن النار وتيسر لكم رحمة رب العزيز الغفار. كده ما تحبش ربي غادي نعصي ربي؟ شوف واحد اللي يحبه ربي سبحانه ما يخذلوش، يمشي يعصي الله ويدير له سبب باش يبعده على المعصية. وإذا هان العبد على ربه ذهب ليعصي الله ثم تركه ووكله إلى نفسه ولم ينظر إليه. لكن العبد إذا عز عند مولاه وصارت منزلته عند ربه بعلم الله تعالى على سريرته، فإنه وإن كان ممن يعزم على معصية ربك إذا بيد المولى الحانية تصرفه عن المعصية ثم تدفعه نحو الطاعة. والله إني آراكما شاب الشابة لمن السعداء إن شاء الله. فأنت تسألنا الدعاء لك بأن تتوب وتستغفر ربك. استحي يا أخي من لحيتك، لأنك تعطي صورة للمجتمع صورة المتدين، فاللحية مظهر من مظاهر التدين، فكيف لا تستحي من ربك؟ لكن يشاء ربك سبحانه أن تظهر علامات الخير حفاظا على لحيتك حتى لا يساء الظن بأصحاب اللحى، فتحمل وزرك ووزر كل صاحب لحية.
حينما نخادع الناس بلحانا ومظاهرنا وتكون مظاهرنا عكس عياذا بالله ما نبطن، فنظهر للناس النسك ونخفي والعياذ بالله المعاصي، نظهر للناس الطاعة فإذا خلونا بربنا بارزناه بالمعاصي، نخدع ربي. ما يمكنش يا أخي، اعلم أن الله تعالى قد أكرمك إذ قادك إلى هذا الموقف الطيب. وهذه الأخت أقول لها إذا وصلها كلامي، إن الله أكرمك حتى ولو ذهبت بنية المعصية، ها هو المولى قادك إلى امرأة عاشت في أوروبا في قلب بروكسل من والدين غير مسلمين، وجاء بها الله إلى مسجد التوابين بمدينة وجدة وأعلنت إسلامها وهي متحجبة مؤمنة، وتختلط الدموع مع الشهادة عرضونا لصدق المرأة. وإن لم يكن لهذه المسلمة البلجيكية إلا هذا الخير، أن يتوب من يراها وأن يبكي العاصي من رؤيتها، إلا هذا الخير لكفاها شرفا وخيرا. فأنا أسأل الله تعالى أن يثبتك أنت أيضا على الإيمان، وأن يكرمك بالحجاب، وأن يبعدك على حبائل شياطين الإنس والجن، وأن يجعلك من المؤمنات. ولعل الدموع الساخنة التي نزلت منك عند مشاهدة الأخت وهي تقر لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة، لعلها دموع ساخنة تخرج من عينيك على وجنتيك تطهر ضرنا ما لصق بالقلب طوال سنوات عدة من الغفلة، لعلها إن شاء الله نقطة انطلاقة للخير. فنسأل الله تعالى في هذه الليلة، في آخر ليلة من هذا العام، كما من الله على هذين وهما قاصدين المعصية يمنان عليهما بهذا الخير ما توقعاه فضلا من الله ونعمة، لكي يتوب إلى الله شاب وشابة، أن يكون هذا إن شاء الله تعالى درسا لكل شباب الذي يعيش هذه الليلة المعصية، أن يسمع ولو مرة مرة لمنادي العقل ومنادي الوحي. هنالك نداء العقل ونداء الفطرة، وهنالك نداء الوحي. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فليكن وليك الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لا إله إلا الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى جميع موالاه. يا رب اغفر ذنوبنا، يا رب استر عيوبنا، يا رب توفنا وأنت راضي عنا. يا رب كما جمعتنا هذه الليلة على طاعتك اجمعنا غدا يوم القيامة مع نبينا في جنتك. يا رب اشف مرضانا، يا رب ارحم موتانا، يا رب انصر إخوتنا في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان. وصلى الله على حبيبه.